ناشد الدكتور حيدر العبادي والوزير عدي الحمود بإطلاق المخصصات المالية لخريجين 2013-2014. اللي غبنا تحضن داعش من غبنا ومن داعش، يعني احنا نريد نصفونها، نريد الوزيرة احنا نناشدها نريد تنصفنا. إلى متى راح نظل احنا ما متعين؟ احنا 4 سنين قاعدين يعني في البيت، يعني إلى متى راح نظل؟ وكم من الجهد يعني كم من الجهد راح نظل يعني ما راح نتعين؟ إلى متى يعني؟ احنا نسأل، احنا نريد ينصفونا، نريد حيدر العبادي ينضرب بأمر نينوى بس اللي ما تعينت 2013-2014، 529 خريج قاعدين، ايش ذنبهم يعني؟ ايش ذنبهم؟ احنا ايش ذنبنا للموصل خاصة؟ احنا غبنا من ظل داعش، المفروض هم ينصفونا يعني، احنا نريد ينصفونا. نطالب بإصدار أوامرنا الوزارية لدفعة 2013-2014 المظلومة، أكثر دفعة انظلمت بهذا العراق كله، حيث أن أقراننا محافظة الرمادي اللي هي الأنبار والصلاح الدين وديالة تعينوا، وهم نفس دفعتنا، يعني ماكو فرق، احنا 2013-2014 هم 2013-2014، ومع العلم احنا أكثر عانينا من حروب وويلات وشب، يعني ماكو واحد فينا مات في بيته او انقتل منا احد، يعني احنا جاي نعاني وما جاي نطالب بشيء، جاي نطالب بحقنا بس، واحنا ما نعرف هسه ضاعت بمن، عند وزيره الصحه لو عند وزير التخطيط لو عند وزاره الماليه، احنا نريد شخص يجي يقول اني القضيه يمي حتى نتابعها من يمه، ما كل واحد يحولنا الروح الصح يحولنا على الماليه، ابو الماليه يحولنا على التخطيط، فاحنا اللي نرجو منهم يصدرون اوامرنا الوزاريه، وهذا حقنا ما منا من احد، يعني اقراننا اللي طلعوا خارج الموصل هم هم خريجين معهد الموصل عينوهم، واحنا اللي بقينا بالموصل اللي عانينا الامرين ما صدر بحقنا اي امر وزاري، واحنا نطالب الوزاره ان تصدر اوامرنا الوزاريه، لان احنا شهدنا احنا درجاتنا الوظيفيه موجوده، وتخصيصنا المالي والله ما اعرف يقولون صفى علي الماي، ما اعرف والله ما نتهم احد به احنا وما نقول لاحد مناخذ، بس وين تخصيصنا المالي؟ نحن مجموعه من خريجي المجموعه الطبيه لسنه 2013-2014 سلبت حقوقنا من التعيين المركزي عندما حصلنا بسبب داعش في ذلك الوقت، ولم نستطيع الخروج في وقتها، نطالب السيد رئيس الوزراء المحترم دكتور حيدر العبادي ووزيرة الصحة عديلة حمود بتوفير درجات وتخصيص مالي لهذه الدفعة المظلومة. وافقت معالي وزيرة الصحة على إصدار الدرجات الوظيفية لهم، إلا أنه قامت أيضا معالي الوزيرة بمخاطبة وزارة المالية لاستحصال التخصيص المالي لهم، وستتم في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله موافقة وزارة المالية على إطلاق مخصصاتهم، وستكون الفرحة في وجوههم إن شاء الله.